السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض لو أنا عندي الأرضية اللي حوالين المبنى بتاعي، الأرض تحت مش متساوية، ففي حتة هضطر إن أنا أردمها وفي حتة هضطر إن أنا أحفر فيها، فعايز أعرف الكمية دي قد إيه. فأقول له تو سيرفيس وأبدأ أعمل الأرضية العادية بتاعتي، وليكن مثلا هنا بـ1000 وهنا بـ1000 وهنا بسالب 1000 وهنا سالب 2000 مثلا بالشكل دوت. طيب هقول له موافق، هو كده رسم لي الارضيه. هقول له جريدد ريجن، واقول له كرييت نيو، وابدا احدد واقول له بليس بوينت، واقول له مثلا خلي دي مثلا ب 500، واقول له هيت اول نقطه، تاني نقطه، تالت نقطه، رابع نقطه. كده انا حطيت الارض المتساويه اللي الناس هتبدا تشتغل عليها. هتلاقي هو حسب لي الفيل قد ايه وقط قد ايه والنت قط اند فيل. هيبقى يشوف يعني انا ممكن مثلا الحاجات اللي احنا حفرناها نحطها في الحاجات اللي هي فيها نقص وهكذا، فده الصف بتاعي اللي انا هبقى محتاجه.